السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للأخوت والأخواتات كاملين بدون استثناء، وتحية للأخت فيروز أم عمران، وتحية للأخت نعيمة والأخ جواد والإخوان كاملين اللي معرفش سميتو، يعني كل واحد باسمي تحياتي لهم كاملين. وفي هذا الفيديو هذا درته خصيصا باش نشكر فيه الناس اللي تيتعاونوا معنا، والخوت والخواتات اللي كيتعاونوا معنا كيشاهدوا لنا لي فيديوهات وكيبارطاجيو الفيديو كيديروا مشاركه. صراحه ملي كيطلع لي الفيديو انه واحد الشخص، واحد السيده ولا واحد السيد دار مشاركه الفيديو الخاص بك، والله العظيم الى صراحه تفرحني. بحال مثل الاخ جواد والاخت نعيمه والاخت فيروز ام عمران، صراحه تفرحوني ملي كيشاركوا الفيديوهات مع الناس ومع الاصدقاء، وصراحه تزادوا لي مشاركين وكيتزادوا مشاهدات. بكل صراحه واحد الفيديو راه تبارك الله الى شفتوه ديال كنضرب المرطوب، الى شفتوه المهم راه الناس راه الله يجازيكم بخير، راه تتعاونوا معايا الله يجازيكم بخير والله يرحمكم الوالدين. انما بغيت المزيد من الدعم، بغيت نحقق غير الشروط ديال 4000 ساعه و 1000 مشترك. علاش قلت لكم هكا؟ بغيتكم قبل 2023. علاش قلت لكم قبل 2023؟ لانه سمعت واحد الخبر ما عرفتش واش صحيح ولا ماشي صحيح، قال لك سيدي غادي تبدل السياسه ديال اليوتيوب، ما غاديش تبقى 1000 مشترك و 4000 ساعه، غيوليو اكثر، ما عرفتش التحديد بالضبط، ولكن طلبوا من الله ما تكونش شي حاجه كثيره حتى نحققوا الشروط قبل 2023. وهذاك الشيء علاش تنطلب من الخوت والخواتات الله يجازيكم بخير والله يرحمكم الوالدين، تعاونوا معنا، وبغينا المزيد من البارطاج والمشاركه الفيديوهات والاشتراك. وتنقول الى اللي شاف هذا الفيديو هذا وكنتي جديد معنا، ما عليك الا دير جيم الفيديو وتضغط على الزر الاحمر مشاركة، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد خويا ولا اختي. وتحياتي للناس كاملين بدون استثناء، وانا اخوكم المسعودي محمد من قناة المسعودي بليس تي في، تنحييكم وتنقول لكم الله يسهل على كل واحد، الله يجعل ربي يسهل على كل واحد. واللي اشترك معايا واللي لقيتو دخل واشترك معايا راه كنشترك معاه، ولو يكون غير حساب، ولو يكون غير حساب، حساب عادي، والله القاسم يا تندخل وتندير ليه مشاركه وتندير ليه اشتراك في هذاك الحساب، واخا يكون غير حساب، اما قناه حساب ما عنديش مشكل، تندخل تنشارك مع اي واحد كيف ما بغى يكون نوعه. وتحياتي لكم، وبغيت المزيد من الدعم في هذه القناه هذه، والله يسهل عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تيقول لك تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان. وباش ناكد لكم هنا، انا بعدا خصيصا بالنسبه لي انا ما تنديرش فيديوهات ديال الشوهة ولا ديال شي حاجه اللي خايبه، شي حاجه ديال الشوهة انا ما تنديرهاش. وبغينا كاع الاخوان والاخوات يحاولوا يبعدوا من الفيديوهات ديال الشوهة، فيديوهات ديال الشوهة راه ما خداميش. بالنسبه للقذف والسب والشتم راه ما صراحه راه ما خدامش، وراه داك الشيء راه حرام. وكاع الا كنت الانسان الا غيربح منه، يربح من هذاك الفيديوهات اللي فيه السب والقذف والشتم والشوهه والى اخره، هذاك الفلوس ديالو الا جاتو شي ارباح راه غتجي حرام، راه حرام صراحه بكل صراحه. وسمحوا لي على هذا الكلام هذا، وتحياتي لكم
نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.